هذا سائل يقول: أرجو من الشيخ أن يفسر الآيات المباركات في الجزء الرابع من سورة آل عمران في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات المباركات من سورة آل عمران أنزلها الله سبحانه وتعالى على سبب حصل، وهو أنه لما كان بين الأوس والخزرج في الجاهلية عداوات وثارات وحروب طويلة، ما أنهم إخوان في النسب، فهم من قبيلة واحدة ولكن ثارت بينهم الحروب مدة طويلة في يوم بعاث المشهور بين الأوس والخزرج. فلما أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، وهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم، وهاجر المهاجرون واجتمعوا في المدينة، وزال ما بينهم من الثارات والحروب وصاروا إخوة متحابين في الإيمان، غاض هذا اليهود فأرادوا أن يحركوا الفتنة بينهما بين الأوس والخزرج. مر يهودي على نفر من المهاجرين والأنصار في مجلس مجتمعين ويتذاكرون في العلم ويأنس بعضهم ببعض، جلس إليهم هذا اليهودي ليفسد ما بينهم وذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية من الغارات والثارات والحروب، وأنشد لهم أنشد ما قالوا من الأشعار فيما بينهم يتهاجون بها ويفتخر بعضهم على بعض، فأثر فيهم ذلك، تذكروا هذه تلك الأيام الغابرة، فتواعدوا القتال فيما بينهم. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم ووعظهم وذكرهم، وأنزل الله هذه الآيات في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خاطبهم الله سبحانه باسم الإيمان الذي يجمع بينهم، ولم يخاطبهم باسم القبلية، وإنما خاطبهم باسم الإيمان الذي يجعل أهله إخوانا من أي جنس كانوا ومن أي قبيلة، ومن الإيمان يجمع بينهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله بشكر نعمته التي أنعمها عليكم، اتقوا الله بالتمسك بدينه الذي من به عليكم،
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم على الإسلام الذي هداكم الله إليه، لا ترتدوا عنه إلى أمور الجاهلية. واعتصموا بحبل الله وهو القرآن، اعتصموا بحبل الله جميعا، فلا بد أن يجتمعوا على كتاب الله، وكتاب الله يحكم بينهم بالعدل والإنصاف ويزيل ما بينهم من الإحن والأحقاد. اعتصموا بحبل الله جميعا، هذا فيه الحث على الجماعة والنهي عن التفرق، لأن الجماعة قوة والتفرق ضعف وشر، فالاجتماع رحمة والافتراق عذاب. ثم قال: واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها بالشكر، تذكروا ما من الله به عليكم من نعمة الإسلام، أكبر نعمة، الإسلام هو أكبر نعمة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يعني في الجاهلية، فألف بين قلوبكم، ألف بين قلوبكم بالإيمان بعد أن كانت متنافرة مختلفة، ألف الله بينها فصارت على قلب واحد، كما قال جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما وألف بينهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، أي بسبب نعمة الإسلام، أصبحتم بنعمته إخوانا بدل أن كنتم متعادين متفرقين، فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم في الجاهلية وما أنتم عليه من الكفر على شفا حفرة من النار، لو متم على ذلك لوقعتم في النار، كنتم على شفا حفرة من النار بسبب الكفر والتفرق والاختلاف، فأنقذكم الله بالإسلام، أنقذكم من النار. كذلك يبين الله لكم آياته، يذكركم بفضله ونعمه وعظيم منه عليكم لتشكروها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلى الحق والصواب والاجتماع على الإيمان والأخوة الدينية، وتتركون الضلال والفرقة والاختلاف وإحن الجاهلية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذه مهمة هذه الأمة، أمة الإسلام مهمتها الدعوة إلى الله عز وجل، فلا تكتفي بنفسها وتترك الآخرين على الكفر، على بل هذه الأمة مكلفة بالدعوة إلى الله عز وجل لينقذوا غيرهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بكل ما أمر الله به وينهون عن كل ما نهى الله عنه، يدعون إلى الخير، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، كما كانوا في الجاهلية، كما كان عليه الأمم من اليهود والنصارى وغيرهم من بعد ما جاءهم البينات. الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل وبين لهم، لكن لم يلتفتوا إلى ذلك، فأنتم لا تحذوا حذوهم فتعرضوا عن القرآن وعن السنة كما أعرضوا عن كتبهم، فتهلكون كما هلكوا.
وأولئك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، دل على أن الناس لا يجتمعون إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجتمعون على القوانين الوضعية والأنظمة البشرية مهما كانت، وإنما الذي يجمعهم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تكونوا مثل من سبق من الأمم الذين أعرضوا عن كتاب الله، كذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، التفرق عذاب، تفرق إلى حزبيات وإلى جماعات وإلى مذاهب ونحل، هذا عذاب وليس رحمة، وإنما الرحمة في الاجتماع والائتلاف والتراحم على كتاب الله سبحانه وتعالى. وأولئك لهم عذاب عظيم، الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات لهم عذاب عظيم، سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم، الذين أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله واختلفوا وتفرقوا وتحزبوا لهم عذاب عظيم الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خير الشيخ صالح. بعد أن وقفنا مع هذه الآيات المباركات، نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.